ونعبر تبعا لذلك عن اعتزازنا كفيدرالية بالاختيار المبدئي الذي عقدت الفيدرالية المغربية لنشر الصحف هذا الصباح الدورة الثالثة لمجلسها الوطني الفيدرالي في إطار احترام حياتها التنظيمية وحرصها الديمقراطي على احترام قوانينها وأنظمتها الداخلية. كانت مناسبة بالنسبة لنا لحضور أعضاء المجلس الوطني وأعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء مجلس الرئاسة ورؤساء الفروع من كل جهات المملكة لتدارس كل القضايا والانشغالات التي تعني المهنة ومقاولات الصحافة الوطنية والجهوية اليوم. وخلال هذه الأشغال وكما عكس ذلك بياننا الختامي ركزنا على المواضيع المثارة اليوم في الساحة الوطنية وتتعلق بمصير مؤسسة التنظيم الذاتي، حيث لازلنا على موقفنا منذ البداية نستغرب لهذا المآل الذي تحولت بموجبه هذه المؤسسة إلى تنظيم مؤقت معين من طرف الحكومة في خرق سافر للمادة 28 من دستور المملكة. ونحيي بإيجابية انضمام منظمات مهنية أخرى لهذا الموقف المبدئي الذي عبرت عنه الفيدرالي منذ أول يوم، وخصوصا النقابة الوطنية للصحافة المغربية. ونوجه النداء من جديد لكل منظمات المهنية الصادقة والجادة وذات تمثيلية للناشرين والصحفيين بتوحيد جهود الجميع من أجل احترام القانون ومن أجل وقف هذه الإساءة. واليوم نطالع بكثير من الإيجابية والتنويه، انخراط زملاء في النقابة الوطنية للصحافة المغربية كذلك في هذا السياق المطلبي، ونسجل دعوة النقابة إلى إنهاء المؤقت وتنظيم انتخابات لتجديد المجلس الوطني للصحافة، ونعبر تبعا لذلك عن اعتزازنا كفيدرالية بالاختيار المبدئي الذي سرنا فيه منذ البداية، ونأمل أن تسعى المنظمات المهنية كلها إلى تجاوز التشرذم والعمل الصادق من أجل وحدة الجهود لإنقاذ ممارستنا المهنية الوطنية ومن أجل الانتصار للقانون وللدستور الواضح. واستحضارا لكل الأوضاع المشار إليها آلاه والجو المهني العام الضاج اليوم بالتشرذم والأزمات المتعددة، فإن كل هذا يقتضي التفكير في مخطط وطني استراتيجي كبير في مستوى مخططات وبرامج الدولة الكبرى للنهوض بقطاع الصحافة في بلادنا، والثقة في مهنيين عقلاء وحكماء لقيادة الحوار والسعي للقضاء على التشرذم والفرقة والتنابز. إن استعداد بلادنا لاحتضان تظاهرات رياضية وسياسية واقتصادية كبرى في القادم من سنوات، وهو ما يجري التحضير له بالمنشآت والبنيات التحتية اللازمة، يتطلب أيضا توفر بلادنا على صحافة وإعلام وطنيين قويين ومهنيين، وهو ما يجب التفكير فيه والتخطيط له من الآن بشكل منظم وعقلاني. أما ما انتشر مؤخرا وراج بشأن التغطية الصحفية للتظاهرات الرياضية الوطنية والدولية والسعي لإعمال نظام جديد بهذا الشأن والاتفاق مع فاعلين محددين لذلك، وإن كان الأمر لا يمس الفيدرالي بشكل مباشر من حيث العمل التنظيمي المباشر، ولكنه أثار قلقا واحتجاجا وسط جمعيات الصحافة الرياضية ولدى عدد من المقاولات الصحفية على الصعيد الوطني. ولهذا ننادي الهيئات المكولة تسيير شؤون الرياضة وخصوصا كرة القدم تفكير مليا قبل اعتماد أي منظومة عمل جديدة وتفادي كل إقصاء أو تهميش، وهو ما يجري التحضير له بالمنشآت والبنيات التحتية اللازمة، ولكن كل هذا يتطلب أيضا توفر بلادنا على صحافة وإعلام وطنيين قويين ومهنيين، وهو ما يجب التفكير فيه والتخطيط له من الآن بشكل منتظم.